كتاب الملك مهم؟ الكتاب لزيد وشبه الملك اختصاصه للسقاط نحو الفراش والمسجد اللجام والفرس ولا غشي غشي. وفي تعدية تدي للتعدية قالوا من ذلك قول الله عز وجل ذهب لي من لدنك وليا يرثني ذهب لي من لدنك قال الله من التعدية قال القرآن تستطيع أن تقول ابني جاءت لها ما قال بعضها وقال بعضهم مثال ذلك أن تقول ما أضرب زيدا لعمر ضرب أي فعل صوته لباب أفعل صار لازما عدته اللام هذا مثال جيد أظهر ما أضرب زيدا لعمر ضرب فقط الاختصاص الأول لأنها جعلت للتعجب صارت قاصرة لازمة عدتها اللام أنا قوله واللام للملك وشوه تعدية وتعدي وتعليل تأتي اللام والتعليل إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما يريك الله ولا تكن خائنا خصما لتحكمكم تأتي قالوا زائدة تأتي زائدة لتقوية زيد وزيد الضربية قال تأتي زائدة لتقوية عامل ضعف بتأخره أو لكونه فرعا في العمل نحو إن كنتم للرؤية تعبرون عبر تتعدى بنفسها تقول عبر الرؤيا لكن تقدم على المعمود وهو الرؤيا فجاءت اللام قالوا زائدة لتعدية العامل لإضافة أو بكونه فرعا في العمل مصدقا لما معهم مصدق اسم فاعل واسم الفاعل فرع في العمل عن الفعل فعال لما يريد فعال صيغة مبالغة وهي فرع في العمل ليس أصلا في العمل جاءت اللام على قوله وزيدة والظرفية تستبن بباء الباتت الظرفية الزمانية نحو لله لوط نجيناهم بسحر نعمة من عند الله والظرفية المكانية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أظهر؟ نعم ماذا بعدها؟ وفي وقد يبين وفي كذلك والظرفية بالله وفي في تأتي للظرفية تقول جلست في المسجد جلست في المسجد نعم في نعم وقد يبين السبب قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلتهم الباري السببية في قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة من النار في هرة حبستها في السببية وقد يبين سنة الباء الاستعانة كتبت بالقلم ذبحت بالسكين بالسعي وعدي تأتي معدية تقول ذهب الله بنورهم وعلامتها أن تقرب الهمزة تقول اذهب الله من وراهم هذه ما علمنا عادتها ابن بسعي وعدي عوض عوض السعيد الكتاب الجهم أو دصقي ألصق وانسحوا برؤوسكم مررت بزيد ملاصق أمام تأتي الأحضر ومثل مع تأتي مع قد جاءكم الرسول بالحق قد جاءكم الرسول أي مع الحق والله أعلم ومن كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله قالوا منها عن تشقق السماء بالغمام عن الغمام سأل سائل بعذاب واقع قالوا عن عذاب واقع على السماء جلست على الكرسي وما على السماء ومعنى فيه قال واتبعوا ما هم الشياطين على ملك سليمان في ملك سليمان ودخل المدينة على حين غفلة في حين غفلة نعم وعند الساجد ومعنى فيه وعن تتبعنا عن قال تتبعنا عن قال يا رضيت علي بن القشير يا رضي علي بن القشير تقول رضي عنه فعلى هنا بمعنى عن ثم قال رحمه الله بعن تجاوزا عن تتبعنا التجاوز نحر رميت السامع عن القوس وقد تجي موضع بعد كقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق وكذلك تكون معنا على كقول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء فمنكم من يبخل ومن يبخل وإنما يبخل عن نفسه على نفسه لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني أي علي جاءت عن بمعنى على كما على موضع عن قجوة الأقرأ وأن تجاوزا على ما قد قلت لك وقد تجي موضع بعد وعلى كما على مضيعان قد جهلتها كل كلام أقرأ شبه بكاف تأتي التشبيه زيد بن كالأسد وبه التعليل وقد جهلتها تأتي للتعليل
فاذكروا الله عند المساء الحرام واذكروه كما هديكم في هدايتكم. والهر نعم وزائد لتوكد وقادة زائدة قال فيها كالمقق أي فيها المقق